واحد يتخيل سيارة أحلامه بطريقة مختلفة. البعض يختار على حسب شكل السيارة، أو حسب معايير السلامة، أو حسب قوة السيارة. بس الغاية واحدة، هي إنك تنتقل من نقطة ألف لين نقطة باء. عالم السيارات عالم واسع، خلونا نكتشف هالعالم من خلال برنامجنا شارع عشرة. في وايد من الناس يركبون السيارة يدقون سلف ويحركون، بس أغلبهم ما بعرفين شو يصير داخل السيارة. وفي هذه الفقرة راح نتكلم عن أجزاء السيارة وشلون طريقة اشتغالها. في حلقتنا اليوم ما راح نتكلم عن قطع ميكانيكية محددة في السيارة، ولكن الموضوع اللي بنتكلم فيه ممكن يتضمن أكثر من جزء في السيارة. وايد من ملاك السيارات ما عندهم فكرة عن الإشارات اللي يطبلون السيارة، ولا يعرفون دلالتها وشنو هي المشكلة اللي ممكن تصير لما تولع في الطبلون. وعشان هالشيء قررت اليوم أعرض لكم أهم الإشارات اللي هي عبارة عن طريقة ممكن من خلالها أن السيارة تقول لك شنو المشكلة اللي فيها، ويسمح لك أنك تحافظ على السيارة بحالة جيدة أو تحميك من مشاكل أكبر. علامة الإبس تشتغل هذه العلامة في كل مرة تصير فيها مشكلة في نظام الفرامل المانع للانغلاق، وتشتغل بعد أول ما تدق سلف حق السيارة وتنطفي بعد عدد من الثواني، وهاي معناته أن الكمبيوتر قاعد يشيك على نظام الـ ABS. وهذه العلامة تطلع لما تسحب الهند بريك، وفي بعض المواتر إذا تمت هذه العلامة والعة فمعناته أنه لازم تبدل السفاير. فلتر الهواء تولع هالعلامة في بعض السيارات، ومعناها أن فلتر الهواء محتاج تنظيف أو أنه يتغير. علامة ضغط التاير هي تشتغل لما واحد من التواير يكون منسم أو مبنشر. علامة مستوى ماي المشاش مال القزازة تولع هالعلامة لما يخلص الماي الموجود في التانكي. انذار أو ما يسمى بالدينجر، وتطلع هالعلامة لما تشغل زر الدينجر. هذه علامة إضاءة السيارة من داخل. لما تضبب قزازة السيارة اللي ورا تضغط زر عشان تولع لك هذه العلامة وتطير الضباب اللي على الجامعة. تشغيل الدفاية حق القزازة اللي قدام، هذه لما تكون القزازة مضببة تضغط على الزر وتولع في الطبلون عشان ينظف لك القزازة اللي قدام وتوضح الراية. علامة مانع الانزلاق، إذا طلعت لك هذه العلامة فمعناته أن النظام مسكر وممكن أن تفقد السيطرة على السيارة بسبب ظروف القيادة الصعبة. مثبت السرعة، تطلع هالعلامة أو تولع لما تثبت سرعة السيارة وانت تسوق. علامة التشيك انجن، وهذه العلامة اللي الكل يخاف منها، لكن الأغلب أنه سنسر، فلازم توديها حق أقرب ميكانيكي. أوفر درايف، وهالعلامة تعني أن النظام موقف أو مسكر. وهذه هي الإشارات اللي تحدد لك وين بتلف، يمين أو يسار. وهذه العلامة هي الليت العالي، الفل أو الديل، الآيل ناقص، نظام الهيدروليك، حساسات الباركينج. ونصيحة، إذا حصلتوا إشارة مولعة في الطبلون وما فهمتوها لا تتجاهلونها، وروحوا حق ميكانيكي مختص في أقرب وقت ممكن، ولا تنسون أن سلامتكم أبدأ من أي شيء. ومن جراج المحتسب خلونا نشوف شنو السيارة اللي بنجربها اليوم. بدت قصة مازيراتي سنة 1914 تحديداً في مدينة بولونيا الإيطالية، حيث أن دخلوا الأخوة مازيراتي بشكل حقيقي في عالم السيارات. ولكن إذا بنرجع شوي بالتاريخ، هالشغف جاء من والدهم رودولفو مازيراتي، واللي كان مهندس يعمل سائق في سكة الحديد الملكية. حصل اهتمام الأخوة مازيراتي في البداية على تطوير المحركات،
فصمموا محرك لسيارة سباق من إنتاج شركة دياتو الإيطالية، وكان هذا عام 1926. لما تركوا شركة دياتو اتفقوا أنهم يصنعون سيارتهم الخاصة. أول سباق فازت فيه سيارة مازيراتي كان في سباق تارجا فلوريو الشهير عام 1926 بقيادة ألفيري مازيراتي. ثم باشرت شركة مازيراتي بإنتاج سيارات سباق بأربعة وستة ثمانية وستة عشر سلندر. بعد ما تعرفنا على تاريخ شركة المازيراتي وقبل أن أخذ الليفانتي، خلونا نتكلم شوي مع السيد سمير الخباز. سمير، شو اخبارك؟ مرحبتين يا هلا، اهلا وسهلا. مازيراتي لها احلى صوت بين السيارات، شو اللي يميز صوت السيارات عندكم كاكزوست؟ ميزه من الميز اللي موجوده بمازيراتي هي الاكزوست سيستم. طبعا هذا الاكزوست سيستم معمول لحتى يميز السياره طبعا، ويخلي سائق السياره يتمعن بصوت الاكزوست سيستم. حلو. بالنسبة للمازيراتي في قطر، كم صار لها؟ شلون شفت الإقبال على المازيراتي بشكل خاص؟ شركة مازيراتي من 1999 مع شركة الفردان للسيارات الرياضية. طبعاً تطورت شركة المازيراتي عبر سنين بالموديلات اللي موجودة عندها. كانت فقط تمتلك سيارات رياضية وسيارات صالون، بينما بالوقت الحالي صار في سيارات الفورويل. السيارة اللي طالعين فيها اليوم من أسرع سيارات الـ SUV في العالم. سيارة مكنتها 8 سلندر 3.8 توين تيربو، تولد 590 حصان. على حجم السيارة قنبلة، ومن الصفر لل 100 3.9 ثواني. الجير 8 تبديلات، وهو نوعه ZF. وهالجير يجيكم ينزل على البنتلي، على الجاكوار، على المازيراتي، على أغلب السيارات اللي تجيكم أدائها عالي. وشنو السبب اللي يخليه من أحسن الجير في العالم؟ سرعة استجابته، نعومة التبديلات، وطبعاً الأداء العالي. الليفانتي تجيكم مميزات كثيرة أو أوبشنز كثيرة، مثل اللي عندنا اليوم اللي هي ليفانتي تروفيو. وشنو اللي يميز التروفيو؟ الزر اللي هنا اللي هو السبورت والكورسا. ضغطة حق السبورت تحول السيارة إلى موتر رياضي، وضغطتين تحولها إلى كورسا، يعني من رياضي إلى موتر أداء عالي وقنبلة في الشارع. مود الكورسا يعطيك لانش كنترول 590 حصان انطلاقة دفع رباعي، يعني طلقة، بالإضافة حق استجابة سرعة الثروت البدي، تبديلات أسرع، سسبنشن. الموتر راح يتحول حق حلبة، والكمبيوتر راح يخفف من تدخله في سواقتك، يعني متعة في القيادة أكثر. وحتى الإكزوز أو صوت السيارة راح يختلف مع نظام الكورسا، تتبطل الفالفات ويعلى صوت المازيراتي ويعطيك جو رياضي 100%. الحين بدأ وقت الجد، وصلت سيلين، بجرب الموتر في البر بما أن مازيراتي مسوية موتر فورويل. خلكم معاي وتابعوا تجربتي. ما شاء الله الموتر عزمه مبين الحين، يعني 590 حصان تبين اني في الرمل. ما شاء الله عليه ما يوقف. داخليه الليفانتي مميزه، يعني لون احمر جلد مع كربون فايبر. طبعا كل السياره من داخل مطعمه بالكربون فايبر، مع الخياطه، مع الشكل الرياضي، حتى الألمنيوم
شكله متناسق مع الكربون واللون الأحمر في داخلية الموتر صراحة روعة. وفي خيار حلو مسوينه المزراتي اسمه زينيا، اللي هو يعطيك انك تختار داخلية السيارة على كيفك، تبي الكنتارة، تبي جلد أحمر، أخضر، أزرق، اللون اللي أنت بيه وتختاره وشكل الداخلية اللي أنت تختارها على كيفك. شاشة المزراتي 8 إنش وكلها تاتش، تقدر تتحكم فيها بعد من هالماوس اللي موجود عندك. الحلو فيها أنها بسيطة وسهلة الاستخدام، وكل الخيارات تقدر تتحكم فيها بكل سهولة وأريحية. وأغلب الخيارات اللي موجودة فيها اللي موجودة في السيارات الفخمة مثل البلايند سبوت، عندك الميديا تقدر تتحكم منها، خيارات السيارة كلها، بالإضافة حق الأبل كاربلاي. الليفانتي أداءها عالي، ومش بس في السواقة وفي السرعة، أداءها عالي بعد في التوقف. السيارة تجيكم برمبو بريك سيستم مع 6 بساتن في الكاليبرز، مثل ما تكلمنا أن كل ما زادت البساتن في الكاليبرز كل ما زاد أداء السيارة في التوقف. لو تلاحظون هنا عندنا زر اسمه آيس أو آي سي إي، هو اسم على مسمى يعني حق السواقة في الثلج. لكن بما أن احنا ما عندنا ثلج في الدوحة، ساعات تنزل علينا أمطار قوية، فممكن أن تسبب هالأمطار أنك تفقد السيطرة على السيارة. وهالنظام يساعدك في السواقة بكل أمان وأريحية وقت الثلج أو وقت المطر. وهي غير أنه يخلي السواقة أنعم ويوفر في البترول، يعني حتى لو أنت ما تسوق في الثلج أو تسوق في المطر تقدر تشغل النظام عشان تسوق مرتاح وتوفر بترول. ما شاء الله على الموتر، صراحة المزراتي أبدعوا في صناعة هالموتر كأول موتر فرويل لهم، لكن أثبت جدارته من ناحية عزم في الشارع ومن ناحية عزم في البر. الموتر يشيل عمره ولا يوقف. والحين من سيلين خلونا نرد الدوحة، ناخذ الجيكس وناخذ فيه لهنا. خلونا نسترجع باختصار كل المراحل اللي مرينا فيها خلال شغلنا على الجي. أول شيء وقبل لا نسوي أي شيء في الموتر لازم نبدأ بالمعاملات المرورية. خلصت كل المعاملات المرورية، وديت السيارة جراج الأهلي عشان نشيل البدي عن الشاصي. بعد ما خلصنا شلنا الشاصي على البركداون، متوجهين حق جراج المحتسب. شفت مراحل الشغل اللي صارت عشان نرجع بحالة الوكالة. بعد ما خلص الشغل شيكت على الشاصي وتأكدت ان اموره طيبة والصبغ ما عليه كلام. لا ما صراحة ما ردت، ورجعته عند جراج الاهلي عشان نركب البدي على الشاصي. وبنفس الوقت دورت على البيبان اللي ناقصة، لكن للأسف ما حصلت باب شنطة سبير علق. والحين جاي الوقت اللي نبتدي الشغل فيه على البدي. وديت الموتر جراج فريسكو مع البيبان اللي اخترتها، وشفنا بالتفصيل مراحل صبغ الموتر من الصفر. بعدها اخترت درجة اللون اللي بسويه على الموتر. رحت جراج الريان عشان ادور باب سبير علق. خلصت من مراحل الصبغ واستلمت السيارة من جراج فريسكو. بعدين خدت الماكينة مع الجير التوماتيك من جراج الأهلي، وديتهم عند جراج ثلابكو عشان نحول الموتر جير عادي. خلاص خلي ينزلون الماكينة الحين، بكرة بجيب لك البدي. حاضرين. خلصنا من تركيب الجير العادي، تحضير البدي حق تركيب الماكينة. بعدها رحنا حق جراج شعاع المحيط عشان ناخذ الأغراض الناقصة حق تشغيل الماكينة، ووديناها حق جراج تلافكو عشان يركبونها.
خلصنا من تركيب الماكينة على الموتر، وبعد ما سكت الموتر وجربته اكتشفت ان في مشكلة في الدفلوك، وديته جراج دكار عشان يحل المشكلة ويركب باقي القطع اللي ما ركبناه. ودينا السيارة جراج الاستقلال، شدينا الموتر وبدلنا كراسي البدي وغيرنا البوشات والربلات وبدلنا الواتر بام، وبعدين رحت فاحص عشان أغير اللون في الاستمارة. يعطيك العافية. الله يعافيك. وديت الموتر جراج الفنية عشان نشيك على المكيف ونصيخ الراديتر، وبنكون خلصنا من كل الأمور الميكانيكية والكهربائية. وانتقلنا حق داخلية الموتر ومريت الصناعية عشان أخذ كم غرض، وبعدها رحت لذرتك لتنجيد السيارات وبدأنا الشغل على الداخلية. بعد ما شفنا كل التطورات اللي صارت على داخلية السيارة، استلمنا السيارة من لذرتك ورحنا محل التواير عشان نركب رنقات التواير، وشفنا شلون فرق شكل الموتر بالديازل والبولين. بعدها رحنا محل ديب ويب كاستمز وتعرفنا على بعض الخدمات اللي عندهم مثل الصبغ المطاطي والكاربون فايبر، وبعدها بلشنا الشغل على الجي. بعد ما غسلنا السيارة ولزقنا القطع اللي ما نحتاج نسوي لها بولش، تعرفنا على المراحل لعملية البولش. بطلنا الرنقات وصبغناهم، نظفنا داخلية السيارة بالكامل بالبخار، وبعد نظفنا الماكينة، ركبنا الخطوط، وبعد ما انتهينا من ديب ويب كاستمز رحنا حق كيو تاير عشان نسوي الميزانية، ورحنا قسم المرور في الصناعية عشان نبدل اللوح ونركب لوح جديدة. عشان نشيك على الموتر بالكامل ونتأكد ان كان شغلنا 100%، رحنا مركز الطاير وكانت النتيجة ممتازة. الحمد لله خلصنا من الموتر، شفنا مراحل الشغل كلها من الزيرو لين الحين، وهذه صارت النتيجة. حلو انك تقارن الموتر من اول ما استلمته لين ما خلصت الشغل فيه على طول الموسم الاول من برنامج شارع 10. والحين نروح حق آخر مرحلة. حياكم الله.